سبرينج رول بحشوة الدجاج، بس اسمعوا الصوت. العجينة بتقرمش والحشوة كتير سهلة وزاكة. رح أبلش بالبصل مع دجاج مسحب، أحط عليهم شوية فلفل أسود وصويا صوص، أقلبهم ليستوي الدجاج، بعدين بضيف عليهم فلفل أخضر حلو. العجينة اللي رح استخدمها سبرينج رولز من سويتس حجم 8×8. الحشوة جاهزة وجبنة الموتزاريلا جاهزة. بحشي العجينة بهاي الطريقة، جبنة وجاج، وبلفها بهاي الطريقة. ولحتى تلزق معي العجينة وما تفتح، بخلط شوية طحين مع شوية مي وبستخدمها كصمغ لألزق العجينة ببعض. وبس تكون جاهزة، لسه في كمان خطوة، رح أغطسها بحليب وقرشلة. بس القرشلة أول إشي رح أضيف عليها بابريكا وبودرة ثوم. بغطس السبرينج رولز الجاهزين بالحليب بعدين القرشلة، وهيك بيكونوا جاهزين للقلي بزيت حامي لحد ما يصيروا ذهبيين ومقرمشين. ونرجع نسمع صوت القرشة. الوصفة كتير سهلة وكتير زاكية، جربوها رح تحبوها.